أنا لما كنت في مدرسة السلماني كنت أدير مقصفين، من ذاك الوقت أنا مدير وحيد. فتعلمت واشتغلت في كوفي شوب 3 شهور صيف، أنا أشتغل راتبي كان يومين 100 فلس. أنا خرج من ثانوي، بعدين ما كان دراسة هو المهم بالنسبة لمهنتي. أنا تعلمت أشياء كثيرة، وبابي مفتوح حق صغير ولا كبير. ده خلاني الكل يقول لك من اسمع الأكبر. أنا بديت في التويوتا من صفر. أنا بديت هنا 75 بس مو رسمي، 77 اليوم 47 سنة. لما بديت ما بديت بيع، اشتغلت في كل أقسام التويوتا، كنت سواق عيال محمد فؤاد أودي مدرسة وأجيبهم. وبعدين اشتغلت مو قسمي، دخلت في قطع غيار أشوف شنو وضع قطع غيار، محاسب اشتغلت لأن موظف ما كان بيتأخر بيدفع القسط. ذاك الوقت قسط كان 10 دينار 15 دينار، وأنا مو قسمي كنت أعمل له مواصل. الظاهر كنت أروح الورش التويوتا القديم اللي في اللي فوق، حشوف إذا واحد زبون مش راضي من الخدمة والذي أتدخل. بعدين 79 أول رحلة رحت اليابان في التويوتا، في واحد ياباني داركتر جاي واستقبلته في المطار وبدأ ندردش وكذا. قال لي شنو شغلك شنو تايتل؟ قلت أنا ما عندي تايتل، أنا بتاع كله. قال لي لا أنت عندك خلفية في السيارات وإحنا نعزمك في المصنع. فرحت ترينينج ماركتينج 2 ويكس، بعدين دائما في السنة 4 مرات أروح اليابان. فأنا تعلمت من الصفر، يعني ما طلعت من المدرسة ولا كذا. وكان عندي شركة تأجير قبل ما أكون أنا أشتغل هنا، كان عندي شركة تأجير خاصة. فبعدين الجماعة حبوني قالوا لازم تشتغل في التويوتا كذا. وبعدين اللي خلاني اليوم 47 سنة اشتغلت مع أخ محمد الرئيس والمساعد فؤاد كانوا من محبتهم لي ومعاملتهم لي، هلا خلاني اليوم بحريني ما يشتغل 47 سنة، سنة سنتين يقول لك بحصل راتب زيادة بيمشي. فأنا من الصفر بديت وتدريجي بديت، ودائما أخلي مكتبي مفتوح لكل إنسان. أنا قسمي بس المبيعات، بس لما جيني شكوى من قطع غيار، شكوى من السيرفيس، أنا أشيل التليفون وأحل مشكلته لحد الحين. أحب يعني إذا حد جاني ما بقول أنا لا في مدير مسؤول موجود روح تفاهم معه، هاي غلط. ده اللي كسبت الناس، يعني اليوم لما أنا أروح أي مكان يشوفوني الكل يحترم، بس أنا أحب ضميري إني أشتغل من الصح. أنا ما كان هوايتي سيارات، وهذا اللي تعلمت كله مو من الشهادة، الشهادة بس أنا الصورة وأعلقها في المكتب وبكتب كذا كذا كذا، هاي كلها كلام. الاكسبيرينس اللي حصلته أكثر من كذا، فتعاملت من الصغير للكبير، فتعاملت مع الكل، فهذا اللي خلاني أواصل لهالمستوى اللي أنا موجود فيه اليوم. الخبرة اليوم هو اللي تكسب الناس، وأنت بدون الناس ما لك قيمة ولا لك خبرة.